صباح الفل، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين. انا بصوا بقى، اول حاجه عايزه اقول لكم تقولوا لي ايه رايكم في الصوت كده. يا رب يكون بقى احسن. دايما كنتوا بتشتكوا ان الصوت بيكون واطي، فانا جبت لنفسي هديه عيد ميلادي، نزلت اشتريت مايك. وبعد ما اشتريت مايك قالوا لي لا، ده لازم تشتري وصله معينه عشان يشتغل على الايفون. فبعد كده نزلت اشتريت الوصله ب 400 جنيه. فبصوا انا كلفت كتير قوي قوي عشان خاطركم، فاتمنى كده ان الصوت يكون بقى كويس. فاكتبوا لي تحت في الكومنتس الصوت فعلا ظبط ولا لا. تاني حاجه بقى، نصبح على بعض كده ونفوق مع بعض. انا عايزه اقول لكم النهارده عندنا يوم طويل، في حاجات كتير قوي عايزه اوريها لكم، وهنعمل حاجات كتير قوي مع بعض. هنبدا اول حاجه طبعا بالفطار، وهخلص بس حاجات لديمه عشان عماله تزن ورايا كده، وبعدين ايه نشوف هنعمل ايه النهارده. بصوا، من الحاجات اللي عايزه اقول لكم عليها بقى، اليومين دول ام بي سي 3 رجعت تجيب حلقات جديده من ماشا لو اطفالكم يعني بيحبوها، وكمان اهلا سمسم. اهلا سمسم ده برنامج حلو قوي قوي قوي، وكمان فيه معلومات كتير لو اولادك سنهم يعني سن بيستوعب يعني 5 سنين 6 سنين كده. انا حتى دي ما بتحب تتفرج عليه وبتحب الشخصيات بتاعته. فاهلا سمسم ده بيجي على ام بي سي 3 الساعه 12 الظهر، ابقوا فرجوا اولادكم عليها هيتبسطوا جدا جدا جدا. انا جهزت فطوري كده، اسرع فطار في التاريخ، ساندوتش جبنه وبحطه في الساندوتش ميكر ويبقى كده زي الفل، والجبنه سايحه واحلى حاجه. دايما بتسالوني على الساندوتش ميكر بتاعي، على نوعه وكل التفاصيل بتاعته، ارجعوا للقناه عندي اول فيديو خالص منزلاه، هتلاقوا الفيديو بتاع الساندوتش ميكر ريفيو كامل عنه. بصوا، الفتافيت دي بتكون كده من العيش عادي، بمسحه بعد ما يبرد بفوته وبمسحه. في ناس بتسالني طب تنظيفه مثلا وقع فيه عجين لما كانوا بيعملوا فيه وافل او كده، لان هو الجهاز كمان فيه قطعه بتاعه الوافل. فمثلا بصوا انا عندي اهو، يعني هقرب لكم، هنا في حاجات واقعه انا كل شويه بفضل احاول ان انا انضفها، سواء بتبقى في المكان ده او وقعت في المكان ده. هو فعلا تنظيف الاماكن الضيقه بتاعته بتبقى رخمه، خصوصا ما تنفعش تجيبي عليها ميه عشان طبعا هيبوظ. القطعه دي بس هي اللي بتتفك، لكن الباقي الجهاز مش بيتفك، فدي فعلا مشكله. فانا بحاول انضفه بعد ما يبرد، بمسحه كده بقماشه، والحتت دي بحاول كل مره ادخل فيها خله اسنان او اي حاجه رفيعه عشان تقدر ان هي يعني تنضفه. بس اوفرول يعني هو حلو جدا، وبيعمل ساندوتشات حلوه قوي، بيعمل كمان الوافل، في حاجات كتير قوي ممكن تعملوها فيه بجد. يعني انا عن نفسي بقى اساسي عندي في الفطور. بصوا بقى، النهارده انا هعمل مسقعه. عايزه اقول لكم المسقعه دي مش معروفه قوي عندنا في اسكندريه، يعني مش اكله مفضله خالص، بنعملها مثلا على الغدا او كده، معرفش هل كل الاسكندرانيه كده ولا احنا بس. بس احنا عمرنا ما عملناها خالص عندنا في البيت، اللي هي مسقعه باللحمه المفرومه. معروف عندنا جدا في اسكندريه مع السمك، بنعمل بتنجان كده بالصلصه من فوق، يعني من على النار من فوق مش في الفرن. فانا طبعا جوزي من القاهره فهو بيحب المسقعه جدا، فانا هعملها له النهارده. بس هنحاول نعملها ان شاء الله بطريقه صحيه. انا جبت البايركس ده، دول 2 بتنجان قشرتهم، بس سبت جزء من القشر زي ما انتم شايفين كده، ان القشر بيكون مفيد، فقشرته لان هما مش بيحبوا القشر يعني، بس سبت حتت كده صغيره عشان ياخد فايدته برده. وجبت البايركس دهنته زيت بس مش كتير يعني بالفرشه كده، وحطيت البتنجان ودهنته وشه برده زيت، وهدخله دلوقتي الفرن لحد لما البتنجان يتشوي او يستوي كده ويبقى طري، وبعدين هوريكم هنعمل ايه. بعدين عملت بقى البصله اللي هحطها للعصاج عشان احنا هنعمل مسقعه باللحمه المفرومه. بصوا الكبه دي كبه يدوي، انا كنت جايباها من صفحه على الانستجرام بس طلعت بجد خطيره. انا قبل كده جبت واحده ورميتها لانها طلعت مش شغاله خالص وكانت سيئه جدا، وبطلت ان انا اشتريهم. بس انا كنت حاسه فعلا ان هي حاجه عمليه جدا في المطبخ ومنجزه، وده حقيقي بجد. لما جبتها عجبتني قوي قوي. بتاخد مثلا بصلايه صغيره، تاخد طماطمايه، تاخد 3 4 فصوص ثوم، وبصوا بتفرمه ناعم يعني بتفرمه حلو جدا. فبصراحة بقيت بستخدمها كتير، ونادرا يعني لما بستخدم الكبة الكبيرة التانية. حتى ساعات لما بكون عايز اعمل بصلتين بعمل واحدة وفضي وبعدين اعمل التانية، بتنجزني جدا بصراحة. انا حطيت اللحمة على النار من غير اي دهون، وحطيت معاها البصلة، حطيت شوية مية بس عشان اللحمة كانت عندي في الفريزر، فطلعتها على النار على طول. وبعدين عملت حوالي 4 أو 5 طماطمات ضربتهم في الخلاط ونزلتهم عليها، عشان انا عايزاها تبقى فيها صوص كده شوية، لان البتنجان كمان معمول في الفرن فمش هيكون طبعا بالظبط زي المقلي. حطيت البهارات بتاعتي ملح وفلفل وكمون، وحطيت كمان كزبرة، وحطيت رشة قرفة لاني بحب قوي ريحة القرفة كده مع اللحمة، بتبقى حلوة قوي. القرفة من الحاجات اللي بتليق جدا في اي حاجة فيها لحمة.
وكده تعتبر اللحمة خلاص جاهزة معايا، انا بس مش عايزاها ان هي تتسبك جامد، يعني عايزة يبقى فيها شوية صوص عشان برضو يطري لي البتنجان ويسويه كويس. هوريكم هتبقى عاملة ازاي. عايزة اقول لكم بقى ان دي اصلا طريقة حماتي، انا اصلا ما بعملهاش خالص عندي في البيت، المسقعة يعني مش متعودة اني اكلها فمش بناكلها، بس ما اعرفش يعني هي هفت عليا كده ان انا عايزة اعملها، فقلت لجوزي ان انا هعملها لك وهاخد الطريقة من طريقة مامتك عشان تبقى زيها بالظبط. فقال لي تمام، فكلمت طنط فعلا واخدت منها الطريقة، بس انا ضحكت عليه بصراحة لان هي في الطريقة هي بتقلي البتنجان، فانا حبيت اعملها يعني حاجة صحية كده. بس بصراحة مش هقول له، طبعا هقول له ان انا عاملة بطريقة طنط بالظبط. فلو انتوا عايزين تعملوها مقلي وما عندكوش مشكلة في الزيت وكده، بس بصراحة بحس ان هي كمان لو مقلية بتكون تقيلة قوي، وانا كمان معدتي على طول بتتعبني فبتعمل زي حرقان كده بسبب الزيت الكتير اللي هو بيكون فيها وبتكون تقيلة. وبجد والله مش مبالغ، طلعت بجد خفيفة جدا، ما حسيتش بتقل بعدها، ما حسيتش بحرقان، لدرجة ان انا كنت حاسة ان انا ممكن اكل الصينية كلها. وكمان انا زودت بس رشة سكر صغيرة خالص عشان تعادل حموضة الطماطم، ومعلقة صغيرة من الثوم المفروم، وغطيت عليها بقى سبتها تتسبك لحد ما بقت بالشكل ده اللي هو خلاص اللحمة استوت وتسبكت، شايفين عملت صلصة بس لسه فيها شوية صوص، فانا مش هسيبها تشربهم، انا كده كفاية قوي بالنسبة لي، هطفي عليها عشان نحطها بقى على البتنجان. البتنجان كان في الفرن، انا وهو جوه الفرن قلبته تاني على الوش التاني عشان يعني يستوي من الناحيتين. هو اخد معايا في الفرن حوالي تلت ساعة، بعد 10 دقايق قلبته على الناحية التانية وهو جوه الفرن، سبته 10 دقايق تانية وبعدين طلعته. ده كان شكله معايا، تقدروا لو انتم مستعجلين عليه تقدروا تقطعوه ارفع من كده، بس انا ده السمكة بالنسبة لي كان حلو قوي. وبعد ما طلع اهم حاجة لو انتوا بس عاملينه في بايركس كده زي، طلعوه على قاعدة خشب او على اي حاجة، ما تحطوش على الرخامة مباشرة عشان لا قدر الله يعني ما يفرقعش. بعدين بقى بدأت احط اللحمة المفرومة عليه بالشكل ده، اهم حاجة بس توزعوا اللحمة على البتنجان كله، يعني تغطوه كله ما تسيبوش جزء منه مش عليه. بعد ما هخلص هروح مقفلاه بورق فويل ومدخلاه الفرن. طب ليه مش هدخله كده على طول؟ لان هو لسه فيه شوية صوص فيه مية يعني، فلما هتدخل الفرن البخار اللي هيطلع من المية دي لما تيجي تتبخر هيطريلي البتنجان جدا ويخليه بالظبط كأنه مقلي. عارفين البتنجان لما بنقليه بيكون طري خالص، هو هيعمل نفس الحكاية، هتلاقوا البتنجان معاكم زبدة وهوريكم في الاخر برضو. فانا رصيت اللحمه عليه كلها بالشكل ده، وبعدين رحت مغطيها بفويل ودخلتها الفرن. طب دخلتها قد ايه؟ دخلتها وهي لسه متغطيه بالفويل حوالي 10 دقايق لربع ساعه. بصوا كنت عايزة افرجكم بقى على صفحة كده على الانستجرام، جبت منها حاجات جديدة للمطبخ فقلت افرجكم عليها، لاني عارفة ان في ناس هنا بتتابعني مش عندي على الانستجرام، فقلت افرجكم معايا المشتريات بتاعتي، وقولوا لي لو حابين كده كل فترة افرجكم برضو على مشتريات جديدة لو جبتها او كده. اول حاجة جبت من عندها طبق التقديم ده، حلو قوي عجبني جدا، كمان بصوا حاطة فيه بسكوت كده شكله حلو قوي. الكوباية دي خطيرة، عملت فيها الايس كوفي بجد طلعت جميلة جدا جدا شكلها حلو قوي. هوريكم كمان جبت من عندها بصوا طقم الاستكانة ده تحفة، دول 6 كوبايات ومعاهم 6 اطباق حلوين جدا جدا في الشاي تحفة. وكمان جبت الطقم ده، ده فنجان ومعاه الطبق بتاعه شكله شيك قوي وحلو قوي لو عندك ضيوف او كده تعملي فيه القهوة حلو قوي. اخر حاجة جبتها من عندها برضو الفنجان ده تحفة تحفة في القهوة، وحلو قوي ان جنبه مكان كده تقدري تحطي فيه بسكوت او كيك او اي حاجة عايزاها مع القهوة. انا هحط لكم الاكونت بتاعها الجروب بتاعها بتاع الفيسبوك في التعليقات تحت عشان لو حابين انتوا تدخلوا يعني تتفرجوا عندها، وقولوا لي برضو ايه رأيكم في الحاجات اللي انا جبتها. بصوا بقى دايما بتسأل كتير جدا 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 على المنتجات بتاعت ايكيا، فانا قررت النهاردة ان انا اكلمكم شوية عنها وهفرجكم شوية من المنتجات برضو اللي عندي منها في البيت. بس حابة اقول لكم على كام حاجة كده، ناس كتير بتقولي طب انا مثلا من محافظة كذا او محافظة كذا فايكيا بس في مصر، وبالمناسبة هو ايكيا او ايكيا عشان بس في ناس بتتضايق تقعد تقولي اسمه ايكيا وفي ناس تقعد تقولي اسمه ايكيا، ايا كان انتوا فاهمين انا بتكلم عن ايه.
هو موجود في القاهرة بس في مصر، ليه فرعين، فرع في مول مصر وفرع في كايرو فيستيفال سيتي. طيب انا بطلب منه ازاي؟ انا قريب مني فرع بتاع مول العرب، مش مول مصر، مول العرب، الفرع بتاع مول العرب ده قريب مني، فانا بروح اجيب منه او بطلب اونلاين للبيت عندي. فانتوا تقدروا لو انتوا في محافظات تانية ان انتوا تطلبوا لحد البيت. في ناس بتقول لي طب الدليفري بتاعه بيكون 200 جنيه، 300 جنيه. لا خالص، مفيش الكلام ده، زيه زي اي شركة شحن بتتعاملي معاها، الشحن بيبقى 30 جنيه، 25 جنيه، على حسب برضو المنتجات اللي انتي طالباها. ودايما لما بتطلبي فوق ال 250 جنيه باخد شحن فري، فساعات بجمع حاجات كتير انا عايزة اجيبها واطلبها وباخد الشحن فري. طيب منتجات ايكيا كلها غالية؟ لا. منتجات ايكيا كلها حلوة وتحفة؟ لا، في حاجات كويسة وفي حاجات لا. فتعالوا اكلمكم عن كام حاجة كده من اللي عندي واوضح لكم اكتر على امثلة. مثلا دي انا جبتها، ما هتلاقوها موجودة في القسم بتاع الفازات. بس عايزة اقول لكم حاجة كمان قبل ما انسى، ان دلوقتي ايكيا بمناسبة بقى الاسعار زادت وكده، رفع الاسعار على حاجات كتيرة جدا. فانا معرفش دلوقتي الحاجات اللي انا كنت جايباها دي كانت قبل زيادة الاسعار، رفع الاسعار بلس بقى حاجة غريبة جدا، ان انتوا لو فتحتوا ايكيا دلوقتي عشان تطلبوا هتلاقوا السايت بتاعه فاضي تماما، مفيش اي منتجات، كل المنتجات خلصانة. ثانية واحدة اقفل الشباك بتاع المطبخ عشان في بيبي حبيبي عمال يعيط، معرفش انتوا سامعينه ولا لا. ففي منتجات كتيرة جدا جدا من منتجات ايكيا حاليا خلصانة اصلا. يعني انا كل ما بدخل الويب سايت عندهم بلاقي تقريبا 90% من الحاجات خلصانة، ومعرفش هتيجي امتى. ده غير الناس اللي راحت الفروع قالت نفس الكلام، الفروع فاضية تماما بسبب بقى مشكلة الاستيراد والحاجات اللي زي كده. بصوا مثلا الفازة دي انا كنت جايباها من على ايكيا، بس انا لما جبتها مركزتش قوي في المقاس بتاعها قد ايه، فانا كنت فاكراها فاز كبيرة هحطها كديكور او كده. شايفين حجمها طلع قد ايه؟ حرفيا قد كف ايدي، صغيره جدا. اضطريت انا احطها كده واحط فيها المعالق. طيب هي شكلها حلوه وكيوت وكل الكلام ده، بس يعني سعرها ممكن نديله 50 جنيه او حاجه. انا كنت جايباها من على الويب سايت ب 150 جنيه، فهي طبعا ما تستاهلش السعر ده كله. انا جايبها ب 150 على اساس ان هي حاجه كبيره يعني احطها وكده، فمن الحاجات اللي انا ندمت ان انا جبتها بصراحه. بصوا مثلا عندنا الفوز دي، هو بقى اشهر حاجة عند ايكيا الورد الصناعي باشكال كتير واحجام كتير واسعار مختلفة، هتلاقوا الغالي وهتلاقوا الرخيص. البوت دي انا بحبها جدا جدا، من اكتر حاجات اللي بحبها، تقريبا وقتها كانت ب 80 جنيه، بس هي بتيجي كده لوحدها وبتشتروا ده منفصل لوحده، ده كان ب 50 جنيه. انا بحبها جدا. عندي بقى حاجات كذا حاجة من الشكل ده هفرجكم عليهم برضو، لاني بحب جدا الافكار اللي بتكون عنده، والبوتس دي بتكون اشكالها حلو. في حاجات كمان رخيصة قوي. من الحاجات برضو اللي كلمتكم عليها كتير قبل كده هو الغطاء بتاع المايكرويف ده، انا كنت جايباه طبعا من ايكيا، كان سعره 49 جنيه. ده بيستحمل حرارة وكل حاجة بتدخلوه المايكرويف. طيب فايدته ايه؟ ده لما بدخل اكل مثلا هسخن طبق فيه خضار، بسلة مثلا وطماطم وصلصة او حاجات زي كده، فممكن وهي في النار في المايكرويف قصدي مع الدخان وكده بتطلع بقى الدهون بتاعتها على المايكرويف، ممكن تطرطش شوية صلصة او كده. ده بيمنع كل ده، هو اللي بياخد كل الحاجات دي، الدهون كلها بتطلع عليه، الصلصة، كل حاجة بتطلع عليه. وزي ما انتم شايفين هو بلاستيك سهل جدا ان هو يتغسل، فأي طبق بدخله المايكرويف بحط عليه الغطا ده عشان المايكرويف يفضل معايا نظيف، ما يتبهدلش، ما بقاش فيه ريحة وحشة قوي، ما يبقاش فيه دهون او كده. فبصراحة من الحاجات العملية جدا. من الحاجات برضو اللي كلمتكم عنها كتير قبل كده هي المطبقية دي، انا كنت جايباها يا جماعة ب 50 جنيه، فسعرها كان حلو جدا واستخداماتها معايا لحد دلوقتي تحفة، ما بفكرش ان انا اغيرها او ان انا اجيب واحدة غيرها، مكفية معايا حاجتي. وخصوصا ان انا مش براكم فيها المواعين كتير، يعني مجرد ما الحاجة بتنشف بشيلها، زي ما انتم شايفينها مش متبهدلة، مش مليانة مواعين كتير، حلوة جدا. بجيب تحتيها الفوطة دي، سألتوني عنها كتير، دي انا بجيبهم من فتح الله، ساعات بلاقيهم في كارفور، في المحلات مثلا بتاعت الفوط، اسمها فوط التنشيف. بتفرق ايه عن الفوطه العاديه؟ بصوا دي فوطه عاديه كده ما ينفعش احطها تحتها، مش بتمتص الميه، لكن دي بتكون فوطه سميكه كده شويه فبتمتص الميه. فبجيب منهم عندي تقريبا 4، بس اهم حاجه طبعا تحافظوا على نظافتها لانها بتتملى ميه من المواعين اللي بتنزل هنا، فضروري كل يوم بالليل كده تاخدوها. ممكن ساعات بحط عليها شويه سائل مواعين حتى وميه، وادعكها كده كويس واعصرها واسيبها تتهوى وتنشف، تاني يوم اروح حطاها تاني تفضل طول اليوم. عمرها ما بتعمل اي ريحه وحشه، عشان في بنات بتبعت لي الفوطه دي بتعمل ريحه وحشه قوي في المطبخ، فلازم تحافظوا على تنظيفها وان هي تكون ناشفه وتتهوى.
حاجات كمان المشهورة جدا جدا عند ايكيا هو الديسبنسر ده، تقريبا مشهور كمان في كل الدول العربية لانه سعره رخيص وعملي جدا وحلو قوي. سعره عندنا في مصر تقريبا 30 جنيه، او كان 19 جنيه تقريبا، وصل 30 مش عارفة بصراحة. حلو قوي، تستخدموه لصابون المواعين، تحطوا فيه الهاند ووش، تحطوا فيه شاور جل، تحطوا فيه الشامبو، تعملوا منه سات كده يبقوا كذا واحدة جنب بعض وتحطوا فيها كذا حاجة. من الحاجات الحلوة قوي، وجماعة بجد عملي، السوستة بتاعته حلوة ما بتفكش، الجزء ده بلاستيك فمش بيصدي، من الحاجات بجد عملية قوي. تقدروا كمان تلزقوا عليه ستيكر كده من هنا، تحفة. بصوا كمان من الحاجات المشهورة قوي قوي في ايكيا هي الفاز دي، مشهورة جدا لان كمان سعرها رخيص قوي، وقتها كانت ب19 جنيه، معرفش دلوقتي وصلت كام. انا جبت ورد صناعي كده حطيته فيها بالطريقة دي. وكمان بصوا الصينية الدانتال دي مشهورة جدا وبجد حلو قوي، شكلها تحفة. من الحاجات كمان اللي انا بحبها من عنده الطبق ده، انا جايباه وما حلو عنده، الطبق ده بيتباع بالواحد يعني تقدروا تشتروا واحد اتنين براحتكم، فانا اصلا عندي طقم بس كنت حابه اجيب طبق كده كالون يعني تغيير او كده افطر فيه او كده يعني، قلت او كده كتير صح. المهم الطبق ده جبته من عنده، سالتوني كتير ايه رايك فيه وفخامته وكل الكلام ده، حلو جدا بقاله عندي اكتر من سنه، وسالتوني بيقشر او كده، لا خالص، وبحط فيه حاجات سخنه وبدخله الميكرويف، بجد حلو وعملي قوي. انا جربت اللي هو اللون البينك ده، في ناس بتقول ان الجراي هو اللي بيقشر او مش عارفه انهي لون فيهم بيقشر، بس دي تجربتي يعني مع البينك، زي ما انتم شايفين ما حصلوش اي حاجه، كويس جدا معايا. كان عنده منتجات الاطفال حلوه وسعرها رخيص ومش غالي، وكمان بلاستيك بتاعها صحي، واعتقد تقريبا تدخل الميكرويف. انا جايبه المعالق دي لزيمه من عنده، هو كان طقم 3 معالق مع بعض، سعرهم كان قليل جدا وحلوين، وزي ما اقول لكم الماتيريال بتاعتهم حلوه وبلاستيك تقيل يعني، فحاجه الاطفال عنده حلوه قوي. في بقى علب، في اطباق، في كوبايات، في ازايز، حاجات كتير تقدروا تشوفوها عنده. بصوا كمان الازايز دي انا جبتها رمضان اللي فات عشان العصير والميه وكده، حلوين قوي برضو، كانت اسعارهم كويسه. دي ازازه كده صغيره تقريبا نص لتر، وبيكون الغطا بتاعها زي سيليكون بتتقفل بيه كده، والازازه دي الغطا بتاعها اللي هو خشب بيتشال ويتحط تاني، بس ضروري لو جبتوا الازازه دي بس نصيحه كده يعني، حطوا فيه عصير او ميه لحد هنا بس، علشان الخشب ده لو اتحط في ميه او في عصير ما بينفعش ان هو يتغسل. بصوا بيبقى شكله عامل ازاي، ما بينفعش ان هو يتغسل وهيعفن وهيعمل ريحه وحشه قوي، هتضطروا في الاخر ان انتوا ترموه، فحرام خساره، حطوا بس عصير او ميه لحد هنا. فاكرين المنظمات اللي قلت لكم عليها، انا حاطه جزء منها في دولاب ديما والباقي حطاه عندي في الحمام، منظمه بيه حلوين قوي، حوالي 6 قطع مع بعض، كانوا سعرهم 200 جنيه، وفي منهم كمان اللون الجراي. بقى الورد ده من اكتر الحاجات اللي بتسالوني عليها، انا كنت جايباه من ايكيا، بجد تحفه بالبوت بتاعه ده، انا برضو كنت شارياه كده لوحده وحطيتهم مع بعض، حلو قوي يتحط على حاجه عاليه زي رف او كده، بجد بيدي شياكه وبيدي شكل حلو قوي. بصوا عندي في البوفيه كده كان عندي ازمه في الكوبايات، ان كلهم محطوطين جنب بعضهم مش مكفي، فجبت الرف ده بتاع ايكيا وحطيته بالطريقه دي، ده اللي كان عندي في الكوفي كورنر لو كنتوا فاكرين، حطيته كده، بجد يا جماعه بيوفر مساحه رهيب، بيخليكم تحطوا الحاجه كده فوق بعض، فبيوفر معاكم جدا في المساحه، ونزل منه تقليد في صفحات كتيره جدا، انا عندي برده التقليد، استنوا هوريه لكم. التقليد بتاعه حطاه عندي كده، حاطه فيه المجات لان المجات بتبقى كتير، بس يا ديما بطلي تشد الكوبايات هتوقعها، فانا حطاه بالطريقه دي، بياخد يا جماعه بيوفر مساحه حلوه قوي. دي كده كانت اهم الحاجات اللي انا جايباها من ايكيا، في حاجات تانية بس حاجات بقى ديكورات وحاجات بسيطه كده، وانا مش عايزه اطول عليكم في الفيديو بصراحه، فيا رب تكونوا استفدتوا من الفيديو، ما تنسوش بقى لو عجبكم الفيديو تعملوا لايك، وطبعا سبسكرايب في القناه بتاعتي. عايزه بونبوني؟ وجيبوا بونبوني لديما.